تعالوا بقى نروح نتعرف سوا على اخبار الفرق الرياضيه والانشطه المختلفه للنادي الاهلي مع هانا ابو القاسم مراسله قناه النادي الاهلي من مقر النادي بالجزيره. هانا صباح الخير عليكي، اهلا بيكي وسامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم يا كريم ويا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هنقل لكم آخر أخبار النادي. لكن في البداية طبعا كالعادة خلوني أنقل لكم الأجواء داخل النادي. الأعضاء بالفعل بدأوا التوافد على النادي، يمكن الأعداد مش كبيرة لكن طبعا بتزيد على مدار اليوم. احنا بالفعل دخلنا رسميا على فصل الشتاء، درجة الحرارة دلوقتي داخل المقر 20، والحقيقة انه في كمان سيولة مرورية جيدة للطرق المؤدية لفرع النادي الأهلي بالجزيرة، سواء كوبري 15 مايو أو كوبري قصر النيل. ننتقل بقى دلوقتي للأخبار، وهنبدأ بالأخبار الاجتماعية. الحقيقة أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة طبعا كابتن محمود الخطيب خصص ملاعب من الأكاديمية بفرع مدينة نصر لممارسة رياضة كرة القدم لكل الأعضاء، طبعا بعد العملية الإنشائية اللي بتدور بنقل الملاعب الخماسية عشان استغلال مساحتها في بناء جراج، وهيتم افتتاحه في شهر مايو القادم بإذن الله. على صدى بقى العملية الإنشائية، الحقيقة أن فرع الشيخ زايد بيشهد عملية إنشائية غير مسبوقة من خلال الفترة الماضية، والحقيقة أن أعمال البناء سواء في صالة الجمباز أو في صالة الكاراتيه مستمرة، وطبعا هتكون مجهزة بأعلى وأفضل صورة ممكنة عشان تليق باسم عضو النادي الأهلي. ننتقل بقى دلوقتي للأخبار الرياضية وآخر أخبار الفرق الرياضية بالتحديد، وهنبدأ النهاردة بالألعاب الأخرى. ده عشان فريق سيدات كرة السلة عنده مباراة مهمة جدا النهاردة، وهي نهائي بطولة منطقة القاهرة، هتكون أمام نادي الزمالك. طبعا المباراة دي مؤجلة من الموسم اللي فات بسبب أزمة وظروف فيروس كورونا. المباراة هتكون النهاردة الساعة 6 مساء باستاد القاهرة. وكمان حابة أقول لكل مشاهدي قناة الأهلي إن هيكون في تغطية مميزة وكمان بث مباشر للمباراة على قناة الأهلي، فريد طبعا كالعادة يدعموا الفريق ويتابعوا المباراة، ونتمنى أفضل صورة للاعبينا وإن هم يقدروا يفوزوا بالبطولة. ننتقل بقى للعبة كرة الطايرة. النهاردة شباب كرة الطايرة 19 سنة هيكون عندهم مباراة أمام نادي الجيش. المباراة هتكون الساعة 8 مساء هنا بصالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، طبعا ضمن منافسات بطولة دوري المنطقة. بنتمنى الفوز لفريقنا زي ما عودونا دايما وان هم يأدوا افضل اداء. نروح بقى للعبة كرة اليد. الحقيقة ان سيدات كرة اليد امس وصلوا انتصاراتهم وقدروا يفوزوا امام فريق المعادي بنتيجة 24-14، والحقيقة ان كابتن يحيى يوسف المدير الفني للفريق عامل موسم كبير جدا، حتى انه قدر يفوز بكل المباريات وكل المواجهات حتى الان. بنتمنى لهم ان هم يكملوا بنفس المستوى ده ويواصلوا سلسلة انتصاراتهم. دلوقتي بقى نروح للفريق الأول لكرة القدم. طبعا امبارح استأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة، والحقيقة ان مستر بيتسو موسيماني حرص كالعادة على عقد جلسة مع اللاعبين قبل المران، والجلسة دي كانت طبعا ضمن الاستعدادات والتجهيزات الفريق للمواجهات المقبلة، سواء أمام أبو قير للأسمدة في دور الثمانية من بطولة كاس مصر اللي هتكون يوم 21 نوفمبر، أو نهائي بطولة أفريقيا اللي هتكون أمام نادي الزمالك يوم 27 نوفمبر. حابة كمان أقول لكل مشاهدي قناة الأهلي أن امبارح محمد هاني وعمر السولية بدأوا البرنامج التأهيلي في صالة الجيم، طبعا ده بعد خروج الثنائي من منتخب مصر محمد هاني بسبب إصابة في جزع في الركبة، طبعا بنتمنى له الشفاء والسلامة في أقرب وقت. وعمر السولية بعد حصوله على الإنذار الثاني في مباراة مصر وتوجو. حابة بقى أفرح كل الأهلاوية وأقول لهم إن امبارح أحمد الشيخ وكمان محمود وحيد شاركوا في التدريبات الجماعية للفريق، طبعا بعد ما الجهاز الطبي اطمن على حالتهم الصحية وإن هم قادرين يشاركوا في التدريبات الجماعية. طبعا بنتمنى كل لاعبينا يبقوا في أفضل صورة ويؤدوا أحسن أداء مع الفريق. أخيرا بقى حابة أقول إن كابتن سيد
سيد عبد الحفيظ كان حريص انه يتكلم مع اللاعبين امبارح على اهميه الاجراءات الاحترازيه والوقائيه، ده طبعا بعد انتشار الموجه الثانيه من فيروس كورونا. بنتمنى طبعا ان الفتره دي تعدي علينا كلنا بسلامه ونفضل كلنا في احسن صحه. دي اخبار الفرق الرياضيه داخل النادي وكمان الاجواء داخل مقر النادي الاهلي هنا بالجزيره. العوده ليكم مره ثانيه يا كريم ويا نهوان. بنشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره، نورتينا وصباح الفل عليكي.